السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، أرحب بكم ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. نعرض عليكم هذا الجدول هذا بصدد يعني موسم التسميع وموسم التحفيظ وموسم الصغار باش يساعدكم في التحفيظ هذا، يخليه يكون سهل ويكون ممتع ويكون عنده نمط متطور كما أصل الحسون. فالحقيقة هذا الغناء هذا تاع كناري العالم ربي، سواء من برا ولا من داخل، المهم هذا ماتر شونتور. وش هو الشيء اللي خلينا نقولوا عليه ماتر شونتور؟ هو الثراء والتعدد والاختلاف. ثراء في الفوكابيلار، عنده مفردات كثيرة ويتعدد، عنده أغاني كثيرة وتختلف سواء في المدة سواء في المحتوى، وعنده لب، عنده لب، هاو اللب تاعو. دونك اللب هذا، هذه البصمة تاعو فيه. راك تشوف هنا الغناء هذا راه مسجلينو هنا، هذا تاع طائر واحد عنده غنية اثنين حتى لتسعة، عنده تسع غنيات، يعني المغني تقدر توصل حتى لربعتاش. المهم ما يهمناش، انت تحب تاخذ الجدول هذا كيما راه وتركب عليه الغنى تاع المقنين، تحب تسجل المقنين وتعرف قداه غنية فيه، سواء مقنينك سواء المقنين في برا، سواء المهم تتحصل على غناء كامل لهذا المقنين، كامل بالطرق، كامل بالمفردات تاعو، وكامل بالثراء تاعو. الهارموني ولا بروفوندور هذيك على طيرك واش جاب معاه من دمو. هنا تسهل عليه السمع وتعطيه يعني مادة فيها تشويق وفيها تجذبه ممتعة ليك وليه، سواء في السمع ليك سواء في السمع ليه ثاني، هو اللي تعجبه هذيك اللي يرفضها، وتعطيه نمط يكون يحب يطور من الغنى تاعو، لأنه هاك تشوفك ماكش تعود فيها نفسها هي دائما، أو يلاحظ وراح يميز ويشوف باللي فيها تطور، دونك يولي يعرف السلم ويولي يشوف سلالم أخرين. وخلينا من المسائل، المهم يكون ممتع وفيه لب وفيه روح، ماشي كيما الكوبية اللي هي من غير روح، سواء ودانية سواء كانت كوبية. المهم انا عندي ما عندهاش روح، ما قلناش ماهيش بنينة، الى انه البنة تاعها ناقصة. لماذا نفسر هذا الكلام؟ هو المقنين اخواني الكرام، العناوين ولا لي صورتي ولا الخروج ولا الطلوق اللي مختومين، هذوك المقاطع المختومة هذيك هي مجرد عناوين ولافتات يعرف بها على نفسه ويتصل بها مع الاخرين، وكما نقولوا حنايا ويدافع بها ويختلف في سنة ولا اثنين مع خاوته في العذوبة تاعو، في لابروفوندور، في لونشينمو، يعني كيفاش يتابعوا كيما نقولوا حنايا المفردات، الى انه هذو ايدونتيتير، هذو معروفين باش يعرف بهم وباش يعرف بهم وباش يدفع بهم، لانه وقتاش يغني يعني هذو في التواصل، وكيفاش وقتاش يغني روحه نهار يكون يغني في لب الغناء تاعو، سواء مجتمع مع طيور اخرين كل واحد يلغى بلغى كل طير يغني في غناه، والله تلقاه وحده يغني في غناه متواصل وما هو يرد على حتى واحد، فقط راه يتجاوب مع هو ويسمع في ضجيج باغي يتعالى عليه، دونك باغي يتخلص منه يغني. هذه هي دونك ليدونتيتي تاعو، هو الشخصية تاعو وين تعرفها؟ تعرفها في غناه، في لب الغناء وفي قلب الغناء، كما يسموها سواء المغاربة الخزانة، احنا عندنا في البلاد ما نش عارف واش يسموها. المهم الغناء المقنين في قلب غناه، اما في العناوين والقلب فارغ يسمى يبقى بلا روح، ولا القلب مشوش دونك لازم يتصفى، هو لا عادو الدخلة والخرجة صافيين، دونك غادي يصفي الوسط مع الوقت، وفر له فقط واش يحتاج، باش توفر له فاش يحتاج، هذه لازم لها منهج. المهم كل واحد
هذه تعاونكم وتسهل عليكم الموضوع والتوقيت نتاعها. انت لما تعمر الجدول تاعك وتعمر وتخدم الغنية والتركيبة تاعك تخرج للوقت اللي تخرجت عليه هنا تعرف. المهم ما تفوتش 20 دقيقة في فترة التسميع. ولا تحب تديرها ثاني كيما كنت عرفت عليك وقيلة 7 ولا 9 خطرة، المهم ما يهمش. هنا لما تلقى التوقيت نتاعك هنا يبان لك تحب تسمع حالو على 2 على 3، دبر راسك انت وشغلك. هذه تحب تديرها مرة مرة في خطرة في تقسمها له على النهار كامل وتدير له مرة مرة، هذه نخليك الاختيار ليك. اما انا ماذا بيا نعاونك بهذا الشيء. وهذا الشيء منين جايبو؟ للذكر هذا الشيء جايبو كنت عرضته عليكم هذه المدة. هاك تشوف نفس الجدول هو بالذات والصفات جايبو من هنا. تذكروا هذه الصورة هذه أكاديمي سيونس دو لافي اي دو لاتير دوني سور لو شون، تيز مختصر تاع دكتوراه. خلينا منه، اللي راح شاف راح يكون مستفيد، واللي ما راح شاف ما غالبها انا جبنا له الحاجه اللي فيها الفايده، مع انه والله غير هذا التيز هذه غير كل غير فيها فوائد جمع. الى انه وقت الساعه وحديث الساعه ها وهنا، واللي بغى يروح يطلع الفيديو تاع حساسين تتكلم كتب تتحدث عن الحسون ها، وثم الرابط تاع هذا التيز هذه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.